مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في دردشة جديدة. هذه المرة سنناقش فيها النتيجتين السلبيتين المسجلتين في مبارياتي الوداد والأهلي والرجاء والزمالك. معنا دائما السي محمد الشروق. السي محمد الشروق، مرحبا بك. شكرا السي مستر. أولا، ما هي القراءة ديالك الأولية للنتيجتين المسجلتين نهاية الأسبوع الماضي؟ وبكل صراحة يعني خيبة أمل الجمهور المغربي لا ديال الوداد ولا ديال الرجل المغاربة كاملين. هزيمة ديال الوداد وديال الرجل اللي هما من الرموز ديال الكرة المغربية. على أي هذا شوط أول، باقي الشوط الثاني في القاهرة. ما قطعوش الأمل. الكرة فيها بزاف الأسرار، بزاف المفاجآت، والامل دائما كاين في الوداد وفي الرجاء. التوقع ديالك خابت استشارة، قلت لنا بان الوداد تربح بواحد الزيرو والرجاء تربح بواحد الزيرو. وانا ما يمكنش لي انا كمغربي غادي نتوقع مثلا النتيجه السلبيه ديال الفريق المغربي. نعم. بخصوص الوداد، واش هي اخطاء تاع المدرب ولا يعني الاهلي كان فريق قوي؟ واش الوداد اللي انهزمات ولا الاهلي اللي انتصرات يعني؟ لا، هو صعيب باش صراحة صعيب باش جيت تتكلم على مدرب، ما تكونش انت مدرب. حيت كاين شي وداديين تيقولوا بان يعني علاش اخر الدخول تاع كومارا ولعب بجبران في الدفاع. دابا الناس كتسال علاش ما دخلش كومارا شحال هذه هو غايب. على ربما المدرب هو اللي خصو يفسر هذا الشيء، ولكن حنا القراءة ديالنا من خلال المتابعة ديال المباراة تنقولوا علاش ما دخلش كومارا في بلاصتو، واصلا خسرتي لعاب مزيان هو الدينامو ديال وسط الميدان اللي هو جبران. اولا خسرتي وسط الميدان وحطيتيه في واحد المكان اللي ممنوع الخطا انك تكون مدافع قلب الدفاع وتخطا. كتخطا هدف، كتخطا في وسط الميدان، تخطا في الهجوم، تضيع كره ماشي مشكل، ولكن باش تضيعها في هذاك المكان. هذا الشيء اللي وقع لجبران. جبران صراحه هذا اللاعب هذا لعب تظلم في هذا الماتش هذا. ما تنشوفش انا جبران لعب في الدفاع ولكن بعقليه لاعب تاع وسط الميدان. جيستو حتى هذاك الغلط اللي دار هو راه بغى يشد الكره عاده باش يلعبها كما كيدير في وسط الميدان. هو نسى، ربما نسى بانه راه هو اخر مدافع فالكره ما شدت. لو ان جبران كان في وسط الميدان ودار هذاك الخطا كان ممكن يتريكيبيرا من الكوفرتور، الناس اللي مديرين التغطيه وراه. ولكن جبران بالعقليه ديال وسط الميدان بغى يلعب الكره فلتات ليه عادي مشات تسجلات. اولا انت ضيعتي كما قلت لاعب ممتاز في وسط الميدان، دار خطا صدق هدف. هذاك الشيء علاش هو اصلا علاش جبران ما هو ماشي هو اللي ضرب ضربه الجزاء. وهذا هو اللي بغيت نقول لك، علاش جبران ماشي هو اللي ضرب ضربه الجزاء، علما ان جبران هو اللاعب الاول اللي تيضرب ضربه الجزاء في الوداد. هذا الشيء واضح، لان جبران كان هو السبب في الهدف. ربما خاف انه هو اللي يضرب ضربه الجزاء وما يسجلهاش. وهذا الشيء وقع ليه قبل في البطوله. تخيل دابا جبران هو السبب ديال الهدف ديال الاهلي ومشى ضرب ضربة الجزاء ويضيعها. يعني صافي اللعاب صافي مشى. لو ما قالوا اوك بديع اوك واش كيضرب ضربة الجزاء واش كان شي لعاب اخر ممكن يضرب تما، فيك عاوتاني التحول. كان ممكن يكون تحول ديال نسبيا تحول ديال ولكن العقلية الاحترافية تقول بان اللاعب رقم الاول اللي تضرب ضربة الجزاء هو اللي خصو يضرب ضربة الجزاء. يعني الاخطاء راه تكون واردة في كرة القدم. ولكن هادشي علاش نقولوا حنا ملي كنناقشوا المباريات الكبيرة تيكون جزئيات. راه هادو هما الجزئيات. راه اللاعب كيضرب ضربة الجزاء ولكن ذاك الظرف اللي كان فيه هو فاش تعلن على ضربة الجزاء كيفاش كان هو المورال ديالو؟ راه هو كان السبب في هدف وفي مباراة كبيرة نصف نهائي ديال عصبة الأبطال. ربما هو ما قدرش. أنا كنظن بأن جبران هو اللي ما بغاش يضرب ضربة الجزاء. أما كاين قاعدة عند الوداد هو جبران يضرب ضربة الجزاء، ولكن جا ضربة الجزاء وجبران في هذيك الوضعية أنه كان السبب في هدف ضد الوداد ربما تراجع. وكتوقع هذه القضية كتوقع في الكرة. وما تنشوفش أنا تضييع ضربة الجزاء هي النقطة اللي خلات المقابلة تحول لصالح فريق الأهلي. فعلا، لأن كان الوداد راه يماركيو التعادل. كان ممكن تبقى واحد الشحنه معنويه، غيبقى واحد التحول، غادي يوقع اللعابه غيبان لهم التعادل، حتى الاهلي حتى هما كيقولوا حنا ماركينا كنا رابحين وتبارك علينا الهدف. كتعرف ديال المباراه راه هما التفاصيل الصغيره اللي تنقولوا كتقدر تحول المباريات. بخصوص الرجاء البيضاوي،
يعني دخل الشوط الاول بواحد البروده الاعصاب، بروده اللاعب، ماشي ديك، ما كانش دخول يعني بدك الحماس، كان المقابله بارده على مستوى الشوط الاول. الفرق اللي الامر اللي استغلوه الزمالك بدون شك النتيجه ديال الوداد اثرت على الرجاء، اضافه لهذا الرجاء ناقصين بزاف ديال اللعابه، سبعه ولا تسعه لعابه رسميين، حتى في برك احتياط راه كانوا يلاه اربعه اللعابه اللي كاينين في برك احتياط، وتخيل يعني الرجاء ربما لا في نظري انا كانوا كيطلبوا على التعادل، يعني كيقولوا على تعادلنا في هذا الماتش راه مزيان، الزمالك حتى هما كان عندهم شي نقص ديال اللعابه ولكن ماشي بحال الرجاء، يعني الرجاء علاش داك الشيء علاش، والرجاء نورمالمون الرجاء الناس اللي تيعرفوا الرجاء، الرجاء ما كتلعبش بداك اللعب، الرجاء ما كتخوفش، الرجاء نهار كتخوف كتنهزم، الرجاء نهار كتلعب على الشبكه كتربح. والدليل بانهم اللي ولاو هما يا تحت الضغط باش يسجلوا التعادل، راه شفنا في الشوط الثاني شفنا رجاء اخرى رغم هذاك النقص ما بقاش بان، وحتى الناس كانوا قبل تيقولوا بعض المحللين تيقول لك مثلا كاين الطراوه البدنيه ربما فيزيك مول الزمالك احسن انهم ريحوا شهرين باش البطوله كيوجدوا، ولكن الشوط الثاني ثبت بان الرجاء فيزيكمون مزيان، لان الزمالك ربع ساعه الاخر وقفوا ولات فرقه واحده اللي لعبوا. بعض المحللين تيقولوا بان حتى الحكم عنده لعب واحد الدور كبير في النتيجه ديال واحد الزائر، لان على الاقل كان واحد ضربه جزاء يتم الاعلان عنها. صراحه ديال 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 التحكيم انا شخصيا ما تنبغيش ندوي عليه بزاف، لان كتلعب كره اخطاء ديال التحكيم حتى هي داخله في اللعبه، واخا ولا الفار وصراحه كان على الاقل على ما كنقولش حنا ضربة جزاء كاين ولا ما كايناش، ولكن على الأقل كان يرجع للفار، هو رفض الفار لأن الناس الحكام المساعدين في الفار ربما كيعطيوه يقول لي لا كيعطيوه زعما 100% بلا ما ترجع للفار، ولكن هذوك حالات حالات قابلة للنقاش، كاين اللي غادي يقول لك مثلا كيقول لك ضربة جزاء تزيد يقول لك ما كايناش، حنا ماشي غادي نتعلقوا ونعلقوا تنبداو نقولوا التحكيم هذا نو، أنا ماشي مع الخطاب هذا. وتتبان لك بان الرجاء في الشوط الثاني كانت احسن من الشوط الاول. هذه لا شك فيها، المساله واضحه لاي واحد تيفهم شويه في الكره، الرجاء كانوا مسيطرين وكان ممكن يتعادل. كان واحد الضعف على مستوى وسط الميدان، كان واحد الضعف. هذا الشيء اللي خلى السلامي دار واحد الشوط الاول. بعد سميتو اللاعب عامل الفريق متولي. متولي ما كانش في نهار البارح. نقومة. حتى هو ما كانش في النهار، كان تضيع كاين ديشي بزاف، كانوا كيضيعوا بزاف لي باس، مش علاش متولي اللي على اللي كيعطيك لي باس جوست، نقوم حتى هو ضيع بزاف، بقى هذاك سميتو مع المهم على اي كان 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 فراغ في, في, في وسط الميدان، وهذا الشيء اللي خلى السلامي زعم ولو دخل رزيد بانون وصلت للهجوم كاع. النتيجه اللي وقعت فيها الرجاء عادت الاذهان نفس السيناريو اللي تاع مقابله تاع الديربي العربي، يعني مباشره مع الديربي العربي لعبوا مع الترجي التونسي ونهزموا مع الترجي، واش ما تنشوفش بان حتى الفرحه ويعني اثرت على هاد وجيتهم ولا هنا في تيبان الاحتراف توب ديال الاحتراف، الرجاء راه احتفلوا تلاقاو مع الجمهور تلاقاو مع هذا، ربما كنظن ديك جوج الحالات اللي بانوا ديال نانا وزريده ربما من النتيجه ديال هذا الشيء ديال الفرحه الكبيره ديال الرجاء، كانت ديتي البطولة خصك تدخل كونسونتراسي مباشرة، كيما كيديروا التأجيل تاع كيديروا التأجيل تاع ويتسجل تاع التسليم تاع الديار، واش خصو يتخدم بعقلية ديال عقلية ديال اللاعب المغربي، راه غادي نقول حنا دخلنا للاحتراف، دخلنا للاحتراف غير في لي كونترا في العقود في داكشي، ولكن العقلية باقية، ولكن العقلية ديال اللاعب المغربي راه باقا ما وصلناش داك الاحتراف، داك الطوب ديال الاحتراف راه باقي ما وصلناش ليه. الأهلي الوداد نهار الجمعة كيفاش تشوف المباراة؟ هو المباراة صعيبة 2-0 على الأقل باش تتعادل خصك تماركي جوج في القاهرة، وكاين واحد نقطة إيجابية بالنسبة للفرق ديال مصر أنهم مولفين هذه السنوات تيلعبوا بلا جمهور الرجاء والوداد ما مولفينش بالعكس ديالهم مولفين يلعبوا بالجمهور، تخيل لو الوداد والرجاء كانوا بالجمهور ديالهم 50,000 و60,000 وذوك الأهازيج والألوان وهذا والشعارات راه كان غتكون مباريات اخرى، الو دابا الزمالك والاهلي تيلعبوا هما بلا جمهور، يعني عندهم واحد، ولكن انا كنقول دائما في الكره ما كاينش مستحيل، في الكره والا ما يمشيوش. رجل الزمالك انت رجعتي الذاكره بعد الترجي، انا غادي نرجعك 2006 والمدرب ديال الرجاء كان السلامي
كان عوض شي مدرب وكان الدراجة انهزمت بجوج صفر ماشي بواحد صفر في الدار البيضاء ومشاو للقاهرة وربحوا 3-0 المقابلات ما تتشابش السي شروق ما كتشابش ولكن كاين واحد القضية في الكرة راه الناس اللي متبعين الكرة ما تيحسبوش في النتائج راه ما عمر شي مباراة تربحات بالوراق بالبابي نهائيا راه كاين مباريات لا في اوروبا ولا في امريكا ولا في المغرب راه شحال مباراة حنا في البطولة دابا حنا في البطولة شكون كان كيقول مثلا شكون كيقول نهض تبرك راه تنهزم في التيران ديالها مع خميس زمامرة وكان تحول ديال البطولة شكون كان كيظن شكون كيظن مثلا الرجاء تنهزم مع طنجة واحد العدد ديال المباريات اللي معمر النتيجة شي مدى من الكرة وعندك ساعة ونص دابا الرجاء والوداد راه عندهم 90 دقيقة باش يردوا الاعتبار الكرة المغربية ويقلبوا هذيك النتيجة وحتى حاجة ما مقصورة وحتى نقول لك واحد القضية راه أنا متبع حتى دابا المصريين سواء المدربين ولا هذا يعني راه متخوفين واخا هاد النتائج اللي داروا في الدار البيضاء راه متخوفين لأن كيعرفوا القيمة ديال الوداد ودير الرجاء بحال داك الأسد كيقول الأسد المجروح يعني دابا الرجاء والوداد راه ما عندهم ما يخسروا في القاهرة غادي يمشيو غادي يلعبوا على الشبكة وغادي نشوفوا الوداد ديال الحقيقي ونشوفوا الرجاء الحقيقي تعجم محسومة السي شروق ويعني موعد الرجاء والوداد الأهلي والوداد اليوم الجمعة الرجاء والزمالك يوم السبت المقبل شكرا مشاهدي الكرام وإلى دردشة جديدة إن شاء الله.